لما عارف ان انت ماشي من الموضوع الداير دوت وخوف ما حدش بيديك ما عنديش اصبر ما فيش تحت ما فيش فلوس في البنك هتعمل له ايه مش قادر تعمل له حاجه تمشي سيب شغلك وبتمشي بتسيب فلوسك وبتمشي ما تقدرش تتكلم هتكلمه هيضرب وانت في الاول وفي الاخر غريب تعمل له يعني احنا راجعين الحاله مش كويسه يعني مش هي مش كويسه يعني خوفنا طبعا وجينا قال لك داعش ومش داعش وكذا وخوفنا وجينا نشوف حاجات في التلفزيون وخوفتنا وجينا يا ريت توصل رسالتنا لجهات السلطات المصريه ان هم يبادروا ان هم يبعتوا لنا طيران هي دي المشكله بس والناس كلها كل المصريين اللي في ليبيا هيروحوا ما حدش قاعد من الاشاعات ومن الاعلام ومن كانوا يطلع وبيطلعوا السلطات المصريه تسرع على التلفزيون تقول لك بعتنا 4 طيارات وبعتين 5 طيارات ورحلات وما فيش حاجه وما فيش حاجه هي دي الحقيقه دي الحقيقه لازم الكل يعرفها مش في دعوه من السلطات المصريه المصريين يرجعوا مصر خلاص راجعين مصر اما بالنسبه كالليبيين اللي شغالين معاهم كل اللي شغال مع ناس من الليبيين هم متكفلين بيحموه ولا ما تخافش ما فيش اي مشكله عندك وعشان برضو طبعا الاشاعات اللي صايره اهالينا في مصر لا والكلام ده كله بنرجع لهم بس اما كشخص ما فيش حد بيتعرض لكل واحد